أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبشركم حصل درب الرجع للبيت. إنزين. مشكورين على فكرة دعم السلسلة، يعني السلسلة حصلت دعم جميل ومتابعين أجمل. بس كنت أتوقع أن السلسلة هاي تسوي شوي ضجة أكثر عندي في القناة، لكن الحمد لله دام أنتم مستمتعين أنا مستمتع. أتمنى دائما تكونوا مستمتعين في المحتوى. واليوم لو تذكرون اللي يمكن انتم ما شفتوها، انا سويت ورا محطة الشاحنات، لا تذكرونها، تذكرونها سويتها على الحلقة. زين، بس قررت اغير المكان. ليش؟ لانه غير مناسب، وحصلت ان الطريق وايد اسهل مما انا كنت اتخيل. حق منو؟ حق محطة البترول. ما بوايد اقرب منها، بمتد للامام. فحصلت ان الطريق وايد اسهل مما انا توقعت. فاليوم شو بسوي؟ بسجل الرحلة ان شاء الله، وبنيب منتجات البترول هني، بندخل منتجات البترول على منو؟ على المصنع هناك. الحين عندنا هني اوريدي خطوط داخلة هناك، فبندبر له الطريق، بندبر له الطريق، لانه ما راح يكون وايد سهل. في نفس الوقت هو مش المعقد الكثير، وللحين ما عندي مشاكل فعلية. لحظة، الحين ما عندي مشاكل فعليه. من هناك من تحت بعدين بسوي مشكله هني، بس ابى اغطي المنطقه هاي لان عندي، تعرفون في حد قال لي لا تسوي كل شيء ورا الكواليس. انا ما اقدر ما اسوي كل شيء ورا الكواليس، لان مرات انتظر ولا اقعد اعدل الانتاج بالساعه والساعتين، فقط تعديل انتاج على اساس اني شو اسوي، اوصل لكم الصوره كامله. خلنا نشيل هذا، حطيته بالغلط عشان ان اوصل لكم الصورة كاملة، بس بغيتكم تشوفون اصلا كيف نحن نسوي التعدي على خلو الاخر. هذا موجود تحت برايا. زين، الحين بمد لين هني، صبر خلنا نمد لين هني وننزل هناك ونسوي مكان مركبة. اللي ورا ترى مال السيارات ياخذ مال شاحنة، ياخذ ترى 3 في 3، الباقي كله بيكون لمصنع البترول الحين، وبنسجر مسار رحلة ان شاء الله مرة الحين. مفروض ما مفروض انه ما ياخذ كثير وقت، واتمنى انه ما ياخذ كثير وقت، لان معظم الشغلات مفروض تكون جاهزه خلاص. بدل ما اسوي نزله، خلنا اسوي الشارع هذا كامل هني. شو حق السياره تروح ترجع؟ ما عندي منشار حاليا، اظن في الشنطه عندي، ما عندي منشار، فما بس ما بقعد اسوي شو اسمه هذا عشان سيارتي وهي مرتاحه من هناك. اوكي، انزين الحين بحط محطه السياره نفسها. محطة السيارة تتألف من طبعا الشيء اللي دائما ناقصني روتر، فخلونا يصير اشيل دوار او روتر او سمون اللي تسمونه. على فكرة البترول وايد يتم اكثر من شو اسمه العادي. خلنا ننزل من اي طريق؟ من ذاك الطريق، دام عندنا سيارة ليش نمشي؟ خلنا نستمتع في السيارة. بعدين الحلو في السيارة الهجوم، الوحوش ما تهجم علي. اوه، مرة واحدة براويكم الهبة، بقولكم شو قصدي في الابحاث اللي اسويها. انا سويته هنا طريق عجيب، تشوفوا من تحت نرمي مرها كله لازم اصلحه. بس اظني هذا في اخر شيء، يوم نكون خلاص خلصنا انتاج وهذا، وسوي مكان الانتاج النهائي. هالسلك لازم اعدله، مو بعيب اني امر على السلك بالطريقة هاي. بس حاليا في وايد شغلات يبالها تعديل عندي، وانا ساحب على الموضوع كامل. دخيلك لا تعلق، لان اللعبة هاي ما فيها طريقة ان نحن نطلع شيء من مكانه. ما في اسوي له انا ستك ولا شيء، اتم ضاغط اي ولا واتيفر، صعب وايد. وما اروم اشل هذا، اذا احطيه تحت قاعدة الموقع الهدف غير صحيح، التعدي على خلو الاخرين. ف خلاص من تعلق عند الشاحنة، تذكرون في الماي ما في طريقة ان نطلعها. انزل شوفوا الحين، شوفوا شوفوا شوفوا. وزين ان علقت عشان تشوفون شو المشكلة اللي واجهها، ليش عق شاحنة. واقول لكم سويت شاحنة جديدة، هاي واحدة من الاسباب، لان اساس انها تطلع الشغلانة الاول مالها اخر. يعني هاي طلعت مثلا، بس مرات اذا طاحت في الوسط بالضبط، وسط حصاتين كبار، ما اقدر اطلعها، ما عندي طريقة اني اشلها ولا اطلعها ولا اسوي فيها شيء. فهاي واحدة من المصايب اللي انا واجهها هني. هذا المكان اللي كنت بسوي فيه الاول، لكن وايد بعيد، وحس مشوار ما له داعي بالنسبة لشو
حق الشاحنات اللي عندي. فشو بسوي؟ بسوي اول شيء نبغى حق المصفاه. شو نبغى حق المصفاه؟ اهم شيء الانتاج، مصفاه النفط يبالنا من هذا كم من واحد. صار معياري ثقيل، يبالنا مضخه نفط. مضخه انا بس استغفر الله. يبغى هذا زين. خلينا نصير نشيل الدوار. انا حيث كنت انتج دواوير. دقيقة خلنا نسير نشوف وين الانتاج. انتاج كله واقف اظن. المحطات ما تنتج ولا شو؟ شو اللي ناقص عندي؟ لو حديدي ناقص عندي بنعدل الانتاج بعدين، مو مشكلة. الدوار هل هو كان هني؟ لا هذا الانبوب. الدوار مو وين يجيني الدوار؟ لحظة، ولا انا ما سويت الدوار للحين. سلك هذا الى اخره. الدوار ماشي. ما في دوار؟ معقولة في دوار اين من هني؟ اين من هني الدوار؟ اكيد عنده 100 اتليست على الاقل. ايه عنده 100. نايس. خلنا نشيل فوق 100. زين شو بيبقى لنا حق مصفات النفط؟ يبقى لنا هذا. هذا لازم فوق اروح هذا الدرج. اوكي ذكرته اني بالاطار الاصلي عندي اماكن فاضيه. عندي اماكن فاضيه. والنيب اللي هو البيم هذا عندي منه بيكفي. فبنيب من هذيل 50 حبة. وهذا بحتاج منه ما اعرف، بس بشيل احتياطا. يمكن ابى اسوي شيء ثاني ما اعرف. وبنزل بسوي على اساس اسوي هناك. شو ظني حفظت المصنع انتو خلاص؟ مع ان انا للحين ما حفظت الصراحة، يعني بعدني اضيع في بعض اماكن ولازم ابحاث وايد اسويها. خلنا نشوف. مش هني. لا نبى الدوار صح. نبى اول شيء صار معياري ثقيل. نبى براغي ما اعرف اقدر اسوي براغي حاليا. هل عندي رفاهية البراغي؟ انا عندي براغي، مفروض عندي نابيب، مفروض عندي كل شيء اذا كان ينتج بشكل صحيح تحت. وانا متأكد انه ما في شيء ينتج بشكل صحيح. معظم الشغلات لا ينتج. انا اسف ينتج. انا تصورت الغلط. هاي كلها عشان نفضي الشاحنة. اطار معياري. اطار معياري ثقيل. يبا براقي. اقدر اسوي 1100 مسامير. ليش دائما اقول لبراغي يبالنا 1200 مسمار؟ هي اول شيء صح. خلنا نحطي مال الابحاث هاي هني لان حصلناها. ونشوفوا شو كان يبا الحينه. يبا سبيكه صفراء. نقدر نحط سبيكه صفراء 10 دقائق. مليسيا هاللي عقيتها تذكرون؟ بس اعرف وين نحصلها. هناك في عند محطة البترول. يبالي طلعة انا اصلا بس حق شو؟ حق مركز الابحاث هذا. زين خلنا نشوف هذا يمكن يطلع لنا شيء يكون فيه خير. زين نبى الحين نكمل دربنا. اوكي طار معياري ثقيل. نبى كم مصفاة بحطي؟ 4. خلنا نحط تحت نشوف. حطي 4. 4 يعني لازم نسوي 3. يعني لازم نسوي مشكلة. وايد كهرباء يصرفون. لحظة إذا يصرفون وايد كهرباء ترى يسوون بترول حق الكهرباء هم. ويت شو ناقص؟ يبقى 90 برغي بس. أنا عندي 700 شيء برغي. في شيء ثاني 15 30 4 ناقصني أنا أبيض. وأنا قاعد أنتج شيء ثاني بس مو مشكلة حصلته. خلنا نصير عند الأنابيب. أظني عندي أزمة في الحديد. هي أزمة في الحديد. الحديد المفروض يكون وضع بسيط لأن في عندي كذا خط حديد. أروم أعزز الإنتاج من اللي تحت ياينا تذكرونه إلى وين. خلنا نحط هذا 100 بس. هذا بيكفي حق 6. نبى إطار معياري ثقيل. نسوي 3 ولا 4 مصافي فالحول. بس نحتاج انتاج بترول. انتاج البترول
مولد طاقه وشو يبغى كمبيوتر، كمبيوتر الحين ما نقدر ننتجه الا اذا انتجنا بلاستيك، فبحاول اني اكبر حق الطار معياري ثقيل 8 هاللي نحتاجه زين، فبحاول اكبر مال الفحم حق مصفاتين او ثلاثه، لان انا ما اتصور ان انا عندي شو القدر الكافي اني انتج شو ذابح الشباب اللي الحين هنا طايحين مساكين. انزين ما عندي القدر الكافي اني انا شو اسوي، ساعدوني انتج زياده كفحم وايد استهلك بكون، مع ان الفحم هناك عليه ابجريدز عليه 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 ام كي 2 الحفاره ام كي 2. انا يوم سويته هذا الحين كنت مستوعب انه وراي حصه ولا كيف، لان احس ان شغله تسطيل شويه، واحس اني ما جبت اني عشان اسوي مركز الشاحنات. بتشوفوا البترول هذا يعيش 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 يا جماعه. لحظه لازم اسجل الرحله رايح راد ولا رايح بس، ما ادري والله. والدرب من هني بيكون انزين، هذا بيكون بينا من هني وبيلف لفه وبينزل السامان وبيروح، فمعناه خلنا نطلع برا شويه بنسوي مال السيارات زين. لا يمكن تحمله، ليش هو ناقص؟ كل شيء عندي. الكواير كالعادة، تعال حق هذا هني. الأسلاك عندي تحت ترى، الأسلاك عندي هني، أحلى مكان أكون فيه هذا حق أسلاك. يبغى لي أسوي جوتي شيء، خلينا نمشي بسرعة ونفاذ وهذا. بس كله يعتمد على شو؟ شلنا 1000 من هني وكيبلات. تخيلوا للحين ما عندي انتاج كيبل منفصل، فشل شديد هذا سمينا. وعندي 1.4 فوطة هناك ولا اقل، فاظني اقدر اسوي شو، خلنا نسوي كيبلات انا متحول الى مخزن متنقل يا جماعه، والله انا تحولت الى مخزن متنقل. خلنا نسوي المركبات، محطه شاحنات، هناك لاعب من في الطريق اللي هو انا صح. انا مستوعب انه في الطريق، بس انت مستوعب ليش انا في الطريق؟ مكان حلو احسه. زين انت خلنا نشوف اول شيء قوة الكهرباء اللي عندنا، لان انا بحتاج محطة كهرباء اشبك هذا في. اوكي هذا في 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 طريق هذا، نايس نايس. والله ما قاعد نظريا ما قاعد استعمل شيء، بس ما اعرف لين اشبك ويطلع الانتاج فوق، لان تقريبا اظني معظم الشغلات الحين فل ومو بشغالة، فاظني بحتاج وايد اكثر، اظني مفروض اوسع. بس على الاقل بحطيهم مصفات نفط هني، هني بيينا الانتاج صح، بيينا الانتاج البترول من وين، من هني، فبحطي مصفات نفط هني زين، وبنحطي مصفات نفط قدر الامكان مرتبة، يعني مش ارتب شيء في الدنيا بس قدر الامكان. مصفات لا يمكن تحمله، اوه ما عندي بيبات، اوف مصفات النفط. انا ما حسبت حساب بيبات حقهم، بس مو مشكلة. وهذا اللي ندخل فيه السامان، وهذا نطلع منه السامان. مصفات نفط وحدة راح ترجع بترول هني، وبترول حق محطة توليد الكهرباء. يعني هاي المصفاة راح تشتغل شغلين، راح نحط فيها وين الخدمات اللوجستية سوري، فاصل متحرك زين الطريقة هاي،
تشل خطين، الخط الأول إيه الطريقة هاي اللي هو أنا لازم أطيح كل مرة، لأني أنا ما سويت هذا. لحظة، تعال 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 يا حبيب الشعب، تعال انقشع أنت من طريق. بس المشكلة في اللعبة ما فيها جير، لازم لبس أكثر الصراحة عشان اللاعب يستوي أقوى أكثر يعني من اللي موجود الصراحة. اللي موجود أحسه ما يكفي أبدا. يا سلام، أوكي الحين بنكمل المكان بس ما أتم أطيح كل شوي. أنا أعرف الشغلة، بتم أطيح كل شوي. في حفرة هني صح؟ هذا فخ، هذا فخ، هذا فخ مش طبيعي هذا ترى، الفخ خرافي. انزين ونسل المصفاة، النفط هني لا يمكن تحمله. ليش شو ناقصني؟ انا اسف يا جماعة، انا اصلا المرة انسى شيء وانا عارف هالشيء. ان شاء الله يكون عندي هني، عندي 100 حبة. نايس نايس، انقذتني المركبة يا جماعة. اوف، هاي المركبة كان فيها اغراض بشكل مش طبيعي يعني، ترونها صح؟ ضيعتها وما قدرت اوصل لها. شو ما سويت، حاولت 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 ما قدرت، ما اعرف، ما قدرت، يبقى ضيعتها خلاص. خلنا نحط هاي هني، تعدي على خوض الاخرين. زين مو مشكلة، بنحطيك هني عيل، بنحطي وحدة هني حق كل محطة. اوكي بنحطيك انت هني، حطيك انت هني. كل محطة تاخذ لها كيبل من واحد. زين بنيب، بنسوي الخطة الفرندعية اللي هي وحدة تخزين في حال المركبة تيب زيادة، ما منها فايدة، بس تعرفون شو، حق المتعة فقط. انا فعليا هاي ما منها فايدة اللي بتشوفونها الحركة هاي. بنحطي هذي، بنأخرها شوي. بنحطي هاي مقابل هاي، وبنحطي لا هاي مكانها غلط. ايوه هاي استوت سيدا مع الثانية، وبنحطي واحدة بالعكس. الوسط راح يحصل التالي، هذا راح يطلع بخطين على اساس انه شو يسوي، ينقل الاغراض حق منو، حق هالثنين الحلوين. اوكي مو بشي. لا 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 لا، ما اتفقنا. الطريقة هاي ممكن يضبط. اوكي مضبوط 100%. تعدي على خلو الاخرين. اوكي هذي مدخل، هاي مخرج. انا اصلا في كل الاحوال انا ما اروم الا اشيل مخرج واحد من هني، اما هذا لازم يكون شو، مدخل. بالعكس ريحني من كذا شغلة. اول شي هلا مثل ما قلنا نكبر المكان عبة، خلنا ننتج شو، بترول. طبعا المركبة لازم افضيها الحين، فبسوي لي مخزن اي شيء هني خلاص. انزين نحط فاصل متحرك، نفخوذ كيبل، لا يمكن تحمل هيا الكيبل هذا اللي ناكبني كل شوي قاعد اسوي كيابل. انت اظن قضيت نص السلسلة تطلعون ان اسوي كيبل بس. والله مرات الواحد ما يقول شيء حق نفسه، لكن
اكتشف انه منقص وايد شغلات. اقدر اسوي بيب انبوب فولاذي؟ لا ما اقدر. انزين براي بنحط مصافي غير الحين، على الاقل مصفاتين يشتغلن اللي هن راح يكونن فاصل متحرك. نبغى نضبطه على القياس. ايوه هذا لازم يكون هناك، هذا لازم يكون بالطريقة هاي، هذا لازم يكون بالطريقة هاي. ايوه هاي بالطريقة هاي، هذا لازم يكون حسب الاسهم. انا قاعد اشتغل اظني تعرفون خلاص مع الوقت الحين. ايوه هذا يكون بالطريقة هاي عشان نقدر نمده في المستقبل ان شاء الله. الازمة ما تكفيني، نسوي هذا بالطريقة هاي، بالطريقة هاي، بالطريقة هاي. ايه ما يستوي اصلا. ليش انا قاعد اسوي هذا كله هني؟ لحظة ما احتاج. انا كانت في فكرة في راسي يعني ما سويتها على الفاضي، والحين قلت ما يحتاج. زين هذا بالطريقة هاي وهذا بالطريقة هاي، وحاليا اذا مدينا نقدر نحط فاصل، بس الحين ما نبغى. بس هني هذا المكان يحتاج. ليش؟ في له علامة تطلع، براويكم اياها لحظة. في علامة تطلع هني اذا انت بالعكس تشوفه فوقه، شوفوا يلزق، تشوفون هاي. انا هاي في ظني وتقديري انه مفروض يعدلونها في مرحلة ما عساس تستوي، شو انه بدون حزام ينتقل. بس الحين اللي اشوف انه لازم اوصل حزام حتى داخل، مع انه مشبوكة هنا بالعلامة مالهم هاي. فانا ما اعرف هم شو نظامهم حاليا، لكن الحين عند المصنعين شو بيوصل لهم؟ وحدة تخزينية، احتاج بترول لأي سبب من الأسباب. شو أقدر أسوي؟ خلنا أخذ المخزن هذا، هروم أي المخزن هني وخلاص يعني. 1 2 3 4 ما أقدر أشيل كل شيء، أي هني أحطي فيه البترول. 1 2 1 2 ما بحطي وقود من هالنوع. 4 بيحول للمصانع مالي. إنزين عادي المصنع يبند الحين ترى، وما عندي مشاكل لانه ما في كهرباء، ما اقدر اسوي ابحاث كهرباء الا بالكمبيوتر للاسف يعني. فالحين شو يستوي؟ بما انه هاي اللي عندهم كهرباء، هذا يسوي لي بترول اللي قلت لكم عنه، وفي فاصل هنا حقه وحق مصنع الكهرباء اللي راح نسوي له شو بحث ان شاء الله. زين وعندنا هذا راح يسوي لنا شو اللي هو لاصدقاء البلاستيك، وعندنا واحد الحين بعد مفروض يسوي لنا مطاط، بس لان انا نسيت هذا قررت اني اتجاوز المرحلة هاي. انزين هذا بسوي بالطريقة هاي، خلنا اي بسيدة بس. ايوه قدام عادي نقدر نمد شوية ترى مش قضية. اي بالطريقة هاي خلي اخزن بلاستيك، بس لازم اظني اجيب حق شو اسمه صح؟ لحظة لازم اجيب البيب فولاذ صح؟ هي لازم، خلنا نسوي هذا. لا هذا اوكي مكان، الحين مكان جيد جدا. لازم اجيب الانبوب اللي شو الفولاذ اللي هو في الانتاج. نروح مصفات النفط، تشوفون انبوب فولاذ ناقصني، مع اني اروم اسوي 3 مصافي فعليا غير، بس ما قاعد اسوي. ليش؟ لانه الوضع ما يطمن بخير. خلنا نسير الطريقة السريعة مالنا. يا سلام سويناه هاي من صاعد، سويته حق الشباب. يباركم ترجعون تشوفون البث، سوينا شغلات وايد حلوة. هذا ما ابى منه شيء، هذا كم ابى منه؟ اقول لك اخذ الكل. تعال كان مشروع كهرباء هني في يوم من الايام، الحين شوفوا شو استوى ما شاء الله، شو استوى المكان مكبرة. على فكرة هني انا بروحي قاعد اشتغل يعني، ما حد قاعد يشتغل وياي.
ان انا قاعد اجمع كل شيء بروحي، فعسب هذه الاسباب اللي انا قاعد اطول بعد شويه زياده. حتى الشباب اذا دشوا اللي هني يطالعون اقول لهم لا تخربون شيء، ان متابعين يتريون وانا اعرف شو ارتب لهم. مساكين يعني، حتى ما العب وياهم حاليا، العب وياهم بس في اسم مالهم في الخريطه مالهم، حسب كل واحد والسيف ماله، كل واحد والحفظ اللي عنده. انزين الحين خلنا بنفضي السيارة عقب شوي، بعد تفضي السيارة بروح اشغل. انا تشوف في وقود هني، ما في وقود هني، ليش نو باور؟ وليش ما في باور عندي في المصنع اذا هذا مش مشبوك؟ حسب لها السبب ما في باور. اوكي انا اتوقع المحطة تبند اذا استوى اي ضغط على التصنيع، حاليا ما في ضغط فما بتبند. انزين الحين ها بيصنع لي وقود، الوقود مفروض يكون كفاية يعني، في العادة انتو تعرفون الوقود ما يستهلك وايد، بس يمكن نستهلك وايد لان كل محطة تستعمل 50 واط. الحين 50 ميجا واط وايد ترى. زين خلينا نحطي الانتاج مصفاة وحدة بحطي زيادة حاليا، مكانها جيد احس، ما اعرف اذا سيدي 100% بس مفروض يكون اوكي يعني. مؤسسة حاوية التخزين، هاي تروح لوين؟ لتش انت دايركت بس بالضبط عليهم يا نايس. وهاي تاخذ ايوه اللي مساحة تخزينية للبترول. هل الخطة لها عيوب ترى بعدها يعني، مفروض اذا هم يمرون الموزع يطلع من ناحية واحدة من لهم، المفروض يعني المفروض ما يتوزع من البداية، المفروض يتوزع بالتساوي، بس انا شوي ساحب على الموضوع. ايوه هذا بيلعوزن الحين، خلنا نسوي لنا مخزن حق السامان هني اللي انا ما ابغاه من الصبح شايلنا معاي حق ال، لا يمكن تحمر اقصني 8 انبوب. بعد تعرفون شو بسحب هذا بشله. زين بحطي لي مخزن وبعدين يوم يستوي عندي كل شيء زياده بحطي هذا مخزن حقي انا ورا الوركشوب كل اغراضي. زين الحين خلنا نشيل هذا، هذا خله مكان ثاني. نفط خام بنحط هني سبليتر اللي هو الفاصل، بنحط فاصل الطريقة هاي. الثاني انتو شفتوا اشبكة دايركت صح؟ المفروض ان اشبكة هذا بسوي بالطريقة هاي، بعدين مستوي عندنا بنحطي مخزن، وهذا كذلك لان الحين انا محتاج مش بلاستيك سوري، محتاج مطاط. زين ان شاء الله ما يبند المحطة، ما بحطي زيادة بس بنحط حاوية هني حق ال، لازم يجيب انابيب. انابيب كانت عندي هني اصلا ترى انتاجها الاصلي، المفروض اذا هناك فل هني فل. هي فل بيكون فل، بس لحظة خلنا عقل براغي عقل فحم اخذ الجميع. خلنا نرجع، اللي متابع السلسلة من الأول بيفهم هاي الشو، بيعرف شو السالفة. إذا هذا اللي صار شو راح يسوي أنا؟ لأن الحين ما عندنا بترول وايد ترى. بس أنا ياسع تري الحين، بس خلوني دام استوى عندي هاي الإبات، خلنا نحطي هذا الطريقة هاي. ونحطي لنا هذا بهاي الطريقة، يحولون البترول ما بينهم البين. طبعا الحين تحسون ما في بترول بس بينترس هذا ان شاء الله، هذا بيكون فل، راح يكون فل فل يعني بشكل فظيع، مفروض يكون فل. الحين خلينا نفضل السامان اللي بجيبه كله. زين تخزين الكل ما عندي مكان، ما في مخزن وما يشيل اللي انا شايلنه، والله اني مخزن مستوي، انا اللي مستوي مخزن مو بو.
اخذ الكل. اوكي استوى 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 فيري نايس. الحين شنو بنسوي نحن؟ نبى نسجل الرحله من هنا لين هناك. عباب بترول ما قاعد ننتج بترول، ليش؟ لان كله راح اخر مساحه تخزينيه. لحظه مرمش له افا. زين خلنا ناخذ 100 100. خل باخذ 200. هذا شغال؟ لا الحين بشغله. حط الطاقه مقود. يخرب بيت الكيبل، خرب بيت الكيبل الغثيث. تعال اكيد صرت هني. هي اكيد اللي بيشرد اكيد هو الكيبل، ما بيشرد شيء ثاني عني. كيبل دائما مسجل هروبي من حياتي انا. زين الحين نبغى نسوي بترول. خلنا نعطيه بترول هذا. خلنا هني، خلنا نحطيه هني برايه. بس بيوزع هذا، المفروض انه يوزع بينهم شبه بالتساوي، مش 100%. اللي بيحصل نصيب الاسد البترول. وليش انه اول شيء مفروض اني ما يستهلك يعني بترول بهاي الكميه؟ لكن محتاج ان هذا يعبي لي بترول، لان صرفت معظم البترول. وين جاي؟ زين هذا فاضي. بنسجل رحله ان شاء الله تكون رحله ناجحه ان شاء الله. انا شبه حفظت الدرب، شبه حفظت الدرب، وان شاء الله تكون رحله جدا ناجحه ان شاء الله. على ما اذكر 20 ما ادري كم كفوني، ما استهلك وايد بترول في الرده. بس خلى احتياطا نعبي 60 something 60 ما ادري. ترى هذا ما يعبي اكثر من 100. بعدين بسوي سياره ثانيه قريبا، يعني بسجل رحله ثانيه. بس هذا يلا نبدأ. أبدأ التسجيل. بسم الله الرحمن الرحيم. كان هذا الطريق إن شاء الله ما أكون مغلط في الطريق، لأن إعادة الرحلة وايد صعبة. خلنا وقفة ويا وقفة بس أتأكد من الطريق. أنا ما حطيت بيكن شيء هناك بعد لذكائي. أنا اضطر إشارة بحث ثانية. أيوة صحيح. إذا ما كنت غلطان فهذا الطريق الزين. مشكلة هذا لازم أوديه طريق عدل، لأنه ما أضمن سواقته أنا الصراحة. المشكلة الأكبر أني إذا أنا جاي طريق غلط. اخ عندي احساس ان هذا الدرب غلط. مش احساس، هذا الدرب غلط فعلا. اوف 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 اوف. نعم ان هذا الطريق غلط. خلنا نشيل المسار هذا. ما اعرف انتو قلتوا تبون ما امسح، بس في شغلات انا اظني لازم امسحها هاي على اساس اني ما لعوزكم فيها. خلينا نتأكد إذا الطريق فوق ولا تحت، لأن هالطريق هو مش نفسه صراحة. إيه مش نفس الطريق، مستحيل يكون هذا نفس الطريق اللي جيت منه. لأنه يرجعني مكان غلط.
تعرفون شو؟ خلني احاول ارجع الحين. مو وين يا ابني؟ انا من وين جيت يا حبيبي؟ بدخل ندخل مصنع في السيارة. يا سلام، اول مرة ادخل مصنع في السيارة. بس هني بيكون في قفزة. لا ما بيكون في قفزة، هني في بعد. انا مسوي رامب حيد. ايه نزلت عليه بالغلط صح اظني. ايه الطريق مش صحيح ابدا. شوفوا كيف المكان، الكوكب يضيع. يباله كم مرة الواحد يتمشى فيه. اظن انت حفظت الكوكب الحين المفروض. ما في عزم، هذا منتهي. نبى السيارة الثانية. اصلا الرامب هذا صعب، مفروض انا ما اسوي هذا، اسوي الثاني صراحة. مفروض ما اسوي هذا، اسوي الثاني ان شاء الله. بسوي الصعدة الثانية، صعود السيارة المستقبل. بس هنا ما يفرق، لان مكان المركبة اهم شيء يكون عدل، واصلا بيكون مكان وسخ اللي بيروحه اصلا يعني في كل الاحوال. فما عليه، خليه يتحمل. انا اصلا جاي هاي ملعوبة، هاي انا جاي اعبي بترول اصلا. ملعوبة عدل هاي، كالكوليتد يا اصدقائي. زين خلنا نشوف، نسجل الدرب. كم عبالنا بترول؟ 97. مو عبالي 100، ما عنده يعبي لي 100 مسكين. بس زين 97 عاد. اذا خبصت وايد بتمشكل مشكلة ثانية، انه بيكون ما عندي شو. تقول اظن الدرب كان سيدة لهالسبب انا سويته في المنطقة. هي الدرب كان سيدة صحيح. انا اذا شفت الحطام على طول بعرف وين كان الدرب. هي ذكرت الدرب، بس لازم نطوف بعيد شوي عن الغاز لفوق. نشوف له طريق عدل، هذا لازم الف عدل على اساس هو يلف عدل. انا قاعد اسجل. ايه انزين، كنا نجي من هني. ايوه حتى سويت الطريق زيادة انا وانا جاي، كان طريق خربان. ايوه خلنا نسجل عدل. هذا الوسخ، هذا ما اقدر اذبحه الحين، بس اظني اذا سويت درع ولا غيره اروم اذبحه. خلني امشي عدل عن ايها الطيار الالي يطيح واحصل بعدين المركبة مختفية. شوفوا الطريق هذا، اظني اول مرة تشوفون انتو صح. شوفوا جيت هني حصلت حصى عودة، ما عرفت اشلها والله. هل في طريقة ولا شيء؟ يمكن في طريقة انا ما اعرفها. نركب هني عدل. خلي من هني أأمن أحسه. أيوة شوفوا هذا الطريق الكئيب ترى. يلا أنا ما يبي العيد عادة. الردة بتكون سهلة دام إن النقاط الزرقاء أروم أشوفها، الردة راح تكون سهلة. اهم شيء اوصل عدل، لان اذا وصلت اوكي خلاص معناه وصلت وبيب بترول. فانا وانا راجع من النواحي الايجابية، والله ودي انزل اشل هذيل بس ما اقدر. خلوني اتذكر. ايوه جيت من هذا. اح لا 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 لا, لا تسجله غلط. اوكي بيخبص هني شوي ترى يا حبيبي. مفروض ما ادعم، دعمه مكلفة هني. وسجلها الدعمة بعد، اخاف اخاف يرد يدعمها كل مرة نفس الدعمة الذكي. من خبرتي اوتو بايلوت مصيبة في الالعاب، يعني مش دايما مشروع ناجح. يوم يكون اوتوميتد مثلا اوتوماتيك انه هم مسوينه بالطريقة هاي غير. بس الحين مثلا انا ما اعرف شو بيسوي الوحوش، اذا دعم وحش، اذا وحش دعمه، اذا استوى شيء. استوي ترى يعني عادي، بس والله البترول يعيش ترى. ايوه هني النزله كانت ولا لا؟ ما كانت في نزله هني. لا انا الدرب وايد غلط، خليه يرد ريوس.
بيرجع هذا الطريق. والله ان الدرب مش اوكي ابدا. الشاحنة الثانية بتكون درب احسن. اظني كان في نزلة تحت انزلها هناك. الحين بياخذ هو لفة عودة. برايي بسوي شاحنة ثانية، بسوي لها درب احسن، وبعدين يوم برجع. ايوه هاي النزلة كانت، ويوم برجع بسوي حق هذا الدرب جديد خلف الكواليس عقولتهم. اوف 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 هاي نزلة خطرة وايد ترى، عادي فيها جلبة. هي هذا الطريق، هذا الطريق، هذا الطريق صحيح. لازم اسوي شاحنة ثانية واسوي لها ريكورد ثاني. اوكي وين كان؟ هني ولا يمين يا جماعة؟ والله يبالي كم من مرة حق المكان. اوكي ترى الطريق طريق، يعني طريق مرعب. ايوه وصلنا، نايس. الحين اباك تنزل من هني. اظني نزلها غلط، وانا مسوي الطريقة ونزلتها مكان غلط. وتعال هني وسو شو لود. زين هذا الطريق نروحه صح؟ اللي فر بعيد. ما اعرف شو بيصير في طريقة، لكن اول طريق بيكون تعبان ان شاء الله ما ينفر بعيد. امية بترول، امية عبة، نكمل تسجيل. الحين بنرجع لطريقنا الاساسي اللي هو مفروض ما ناخذ فيه وايد لفات. هني الشارع تعبان، يبالي صيانة شوي. والله الله يستر على هالشاحنة المسكينة اللي بتروح بترد، ما اظني بتروح بترد مرتاحة ابدا. الحين قاعد ارجع على الطريق، بس تسجيل كله خربان. بسوي شاحنة ثانية احسن. ليش اسوي شاحنة ثانية؟ لان الحين انا عندي هالطريق ما بمسحه. زين خلنا نسير، ربنا يستر. طريق الردة شكله مخيف، بس زين ما اعلم، مرتين ثلاث بسوي طريق مضبوط. هي مش من اول مرة الطريق يطلع 100%، عادي. بس خلنا نشوف هني، لان هذا الطريق هذا مخيف. خلي من هني يمكن ما ينجلب. اوكي هني انا اخذت يمين لو تحيدون من شوي، درب بصخ. هذا كله كله عقب، بس لان اساس ما اعيده من اول وجديد الحين معاكم، بسوي بالطريقة هاي، بخليه. واتمنى ما يطيح مكان على الدرب، يعني ما اعرف كيف بيكون اداء الصراحة، ما اعرف كيف بيكون اداء. ولازم اسوي شيء بيكن ولا شيء. شوف هني يوم دعمت من ساعة هذا، بعدها كانت نكبة، وهني الحين على الردة اعرفها. شوفوا سيدة هاي، نايس. درب الردة وايد احسن من الروحة يا جماعة،
وايد وايد احسن. يعني يوم بسوي شاحنة جديدة ان شاء الله ما يدعمون يكونون وايد افضل. انا مسوي هناك طلعة على اساس استعمل المكان اللي ما فيه طلعة. ايوه هني نزلة زينة، كمل هني سيدة. سيدة 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 مرة زين. يا جماعة هاي المركبة وهاي محطة التصفية مال النفط. الحين اوه بنبدأ نسوي كمبيوترات، بنبدأ نسوي دنيا. انا الحين بعد بحط عقب كم من مصنع زيادة ان شاء الله، وبتشوفون ان شاء الله. انا براويكم مصانع الزيادة حق الانتاج، بندخله في الانتاج داخل المصنع الاساسي. افكر اخذ كل منتجات شو رايكم اخذ كل منتجات المصنع الاساسي واطلعهم برا، اسوي مصنع صغيرون بس في اللي هي مكاين التجميع، واسوي منها المنتجات النهائيه بس. يعني الخربطه اللي هناك مش خربطه، اي زين المصنع، انا مستانس في المصنع، بس افضل يكون افضل اذا يكون احسن. شوف حتى هني رده لاني اعرف الطريق شو استوى، جبته مكان احسن. انزين الحين هني اللفه هاي مهمه، ابى اجيبه من هني يسجل اساس يلف عدل. وقف هني في انهاء التسجيل. زين الحين فضى كل شيء صح؟ اوكي الحين اقدر اسوي اوتو بايلوت، بس خلي هذا الاهبل اللي ينزل السمان كله. انا ما بتعبي سمان، انا بتشل السمان. اوكي هذا تفريغ لازم احطه عليه. اوكي 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 تفريغ، هذا تحميل، هذا تفريغ، لازم اشغل هذا. هذا الحين شو هذا التفريغ صح؟ اوكي الحين مفروض هذا شغل زين. خله اشوف بيشل ولا بيحطي. هي تفريغ ليش يعبيه مرة واحدة ويشله على مرتين؟ اوكي خلصت تمكين الطيار الآلي. ما بيشتغل؟ في شيء؟ الحين يحاول يشتغل بس ما يقدر ولا كيف؟ اوه بعده كان يسجل. تمكين الطيار الآلي. مسح لي المسار كامل شو يا حبيبي. تقول انه مسح المسار كامل. المهم عرفنا احنا كيف لحظة يا ما نسوي تمكين شو يسوي كلير باث. خلاص المهم بسوي انا عقب ان شاء الله بنتفاهم مع الوضع ان شاء الله، بسوي برتب الامور وشوفكم في الحلقة القادمة ان شاء الله. بس عرفت الطريقة انت واهم شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.